إذن المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من سوق القرب بمدينة بوفكران. مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، خليكم معنا في هذا البث المباشر، نعرفوا جميع الأثمنة ديال الخضر والفواكه بسوق القرب بمدينة بوفكران. إذن كما كتشوفوا الخير موجود بسوق القرب بمدينة بوفكران، مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن. إذن غادي نتسناو المشاهدين يطلعوا معنا في هذا اللقاء المباشر، ومن بعد نسولوا أحد الخضارة يعطينا الأثمنة ديال الخضر والفواكه. إذن وعليكم السلام كاملين مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في الأوفياء، مرحبا بكم في هذا البث المباشر بسوق القرب بمدينة بوفكران. السلام عليكم. ورحمة الله. شريف بخير. يبارك فيك. مزيان. بخير. لاباس الحمد لله. أولفناك دابا كل مرة في اللايف. مرحبا بك أخويا، المحل ديالكم هذا. شكرا بارك الله فيك. إذا بزاف ديال المشاهدين الكرام بغاو يعرفوا معنا الأثمنة كما العادة. أها مرحبا أخويا. كاين شي إقبال بعدا من يخرج رمضان و. من يخرج رمضان شوية قليلة، دابا كان مزيان. رمضان شوية زيد على زيد والثمن مازال هو هو. مرحبا. لا لا ما غاتبانيش الشريف باغي يزيد. شحال البطاطا شحال؟ ثلاثة دراهم. ثلاثة دراهم. إذا كما شفتوا معنا بطاطا ثلاثة دراهم، غير بيع وهضر معنا في نفس الوقت. مطيشة جوج دراهم. مطيشة جوج دراهم. وعندك الرخا خويا. الثمن زوين. والله إلا الثمن زوين جوج دراهم. خيزو ثلاثة دراهم. ما شاء الله. ما شاء الله. بطاطا؟ بطاطا هادي ولا هادي؟ جوجهم ثلاثة ثلاثة. مرحبا. الباكور. الباكور؟ أه. شحال داير؟ 10 دراهم. 10 دراهم. ياه. هاك الدوكسي وحدة مرحبا بك. نسالي اللايف، نسالي اللايف وندوق. الله يحفظك. الفلفلة؟ الفلفلة 120. 6 دراهم. القرعة. سكوشيت. 4 دراهم. مرحبا. الخيار؟ 4 دراهم. الخيار 100 ريال. مرحبا. 10 دراهم أستاذ. الدلع ديالك ياك؟ 4 دراهم الدلع ديالي. 4 دراهم الكيلو. 4 دراهم الكيلو، حاجة زوينة. مرحبا. السلاوية ها هي. شحال السلاوية؟ 10 دراهم. 10 دراهم جديدة هذيك لا؟ زوينة هذه جديدة. مرحبا. كما قلنا الأثمنة عندك جد مناسبة أخي. الله يرفع علينا هذا الوباء إن شاء الله. امين. ويسوع علينا هذا الحدر راه قلبنا شي شويه. بقى لنا نهار واحد ان شاء الله على بقى لنا نهار واحد على الموعد ديالو. ايوا على ربي يرجعنا. نتمناو خير ان شاء الله. ان شاء الله، الله يحفظ علينا هذا الوباء. شنو تقدر تقول للناس اللي مازالين كيخرجوا وما مسوقينش الحجر الصحي؟ شنو نقول لك اخويا، واخا يرفعوا علينا هذا الحدر يديروا الكمامات ديالهم ويعقموا يديهم ويغسلوا ويديروا في مسافة الأمان. متر بيناتهم أهم مسافة. ونطلعوا داك الشيء بشويه بشويه. حتى نتغلبوا عليه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله، الله يرفع علينا هذا الوباء. الله يرفع علينا هذا الوباء. شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم وعسى الملك في الاخر. الله يحفظك، الله يبارك فيك. شكرا. الاساس ديالنا. مرحبا. ماشي هو اللي دار لنا هذا الحد اللي حد الحدود وسكتوا وداك الشيء. قول راه ما عرفش شنو وقع لنا. شوف هذا الصين وهذا التخربيق وهذا اليابان وهذا الشيء كلشي عرفتي شحال ما البشر فيه. الدرجة دابا راه عرفتي كاك راه الالاف تتموت فيها، والحمد لله عاش الملك. السلام عليكم. شكرا. المشاهدين الكرام كما سمعتوا معنا الخير موجود، اثمنه جد مناسبه، الخضره موجوده ايضا،
بسوق القرب في مدينة بوفكران. هنشوفوا أحد الخدارة أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. هاني أخويا. المهم تاع المباشر على قناة شوف تي في، بغينا نعرفوا معاك الأثمنة ديال هادشي اللي كتبيع. يا أخويا مرحبا. أخويا الربيع 130. الربيع درهم ونص. درهم ونص. زين. هذا تنبيعو بدرهم. النعناع. النعناع. الحامض أخويا كنشريوه ب 160 180 تنبيعوه ب 220 بجوج درهم ديال المعاش. ولادي كيتقلبوا اخويا تيطيح علينا بالفرنك، علاش تبيعوا لنا غادي في البلاصتو؟ مرحبا الحاجه، عايزين نتصلوا معاه مباشر. الخص تنشريوه ب 400 ريال تنبيعوا فيه نص ونص في الطرمه. الجوج تنشريوه ب 40 تنبيعوه ب 60 ريال، تنبيعوا غير تنلعبوا غير على واحد دريم د المعاش. وكاين السلعه اخويا راه مفروقه، كاين سلعه ديال درهم، سلعه ديال درهم اخويا راه تكون فيها الوادي حار وفيها بزاف ديال المشاكل. هنا كنجيو تنشري شي حاجه اللي كنشريوها بعينينا، تنشري شي حاجه اللي عيانه. وهذا هو اللي نقول لك اخويا. كاين البركه. الحمد لله البركه، والله يزعينا الشفاء من عند الله، والله ينصر سيدنا وينصر السلطه وعاش الملك، والله يرحمكم الوالدين، قمتوا بالواجب ديالكم. وكنشكروا اذاعه ديال تي في اللي كتجي عندنا ديما وكتساندنا في هذه المده ديال كورونا، ديال المده ديال 3 شهور اللي كتعاني معنا وكتقاسي معنا، حتى الحمد لله وصلنا الميساج لجميع الناس باش يعرفوا بان شنو كيوقع على التسويقه اللي كيقولوا هما بان حنا راه كنبيعوا بواحد الثمن غالي. خصهم تنتمناو من الله شي نهار شي مواطن يتطوع ويمشي معنا يشوف كيفاش يتعامل معنا دوك الناس وكيفاش تبيعوا لينا لا حنا ولا وحدين اخرين. شكرا. شكرا بارك الله فيك. الله يحفظك. إذا نشوفوا خضار آخر مشاهدينا الكرام، كما سمعتوا معنا تقريبا كاين أثمنة جد جد مناسبة. إذا نخليكم معنا مشاهدينا الكرام نشوفوا خضار آخر يعطينا الأثمنة ديالو. كما كتشوفوا الخير موجود، السويقة ما عمراش بزاف، كاين مسافة الأمان، الناس محترمين، دايرين الكمامات ديالهم. الخير موجود في السويقة ديال سوق القرب بمدينة بوفكران مغاربة العالم. بخير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بخير. بخير. مزيان. مزيان. اذا حنا كنتواجدوا بسوق القرب بمدينه بوفكران، شنو تقدر تقول لنا عفاك؟ بسم الله. السلام عليكم. كما عودناكم في اللايفات اللي دوزنا كما العاده، كما قلنا لكم راه الطلب قد العرض، الحمد لله دابا الطلب كان عليه الاقبال، ولكن الانتاج موجود الحمد لله. انتم مثلا بحال البطاطا 60 ريال، مطيشة 60 ريال، البصله 40 ريال، البصله 60 ريال، السويله 140، الزبده 100 ريال، التنجه 60، الخيزه 60، الخيار 80، الحامض 180، القرعه 100 ريال، القرعه الحمراء 120. كما عودناكم السوق راه هو على حسب الطلب والعرض. والحمد لله 60 ريال شريت. كما كنشوفوا اثمنه جد مناسبه. والحمد لله الاثمنه جد مناسبه، والله يجزى علينا هذا الوباء. امين يا رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يجزى علينا هذا الوباء اللي اثر علينا بزاف. ان شاء الله ما بقى قد ما فات ان شاء الله. حتى من حيث المرض اللي جا اثر علينا بزاف من حيث البعشره. كاين شويه الاقبال في هذه الايام. اللهم لك الحمد، الحمد لله على كل حال، الحمد لله المهم كان شويه الاقبال، وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى يجزى علينا غير هذا الوباء وكل شيء غيدوز ان شاء الله بخير وعلى خير. والحمد لله على كل حال. شكرا. لله. شكرا بارك الله فيك. اذا كما سمعتوا مشاهدي الكرام كاين شويه الاقبال. السلام عليكم. شريف بخير. كلشي مزيان.
خويا كاين بزاف ديال المشاهدين الكرام بغاو يعرفوا معنا الاثمنه ديال الخضر والفواكه، واش كاين شي اقبال ايضا؟ السلام عليكم. بعدا قبل كل شيء خويا كاين شويه الاقبال شويه دابا مع هاد الجو شويه عيان، القضيه شويه عيانه بزاف القص. الاثمنه خويا راه جد مناسبه، وخويا وراك عارف دابا الناس كل داكشي على كل وجهه. الاثمنه قلتي بغيتي نقول لك الاثمنه، نقول لك الاثمنه. مرحبا، قول. مرحبا. نبداو من حب الملوك. سير هذا خويا داير 560 ريال. اييه الشديه داير 10 دراهم، وشماش داير 10 دراهم حتى هو. هذيك البيش بلا دايره 240 240 يعني 10 11 12 درهم 12. مرحبا. سوي الاناناس 6 درهم 7 درهم 6 درهم. حاول ترفع شويه صوتك عافاك باش يتسمع. واخا خويا. والبرقوق داير 240 220 11 12 درهم. البطيخ شحال داير الكيلو؟ البطيخ داير 7 درهم 7 درهم. الدلع؟ الدلع داير 4 درهم 4 درهم. البنان؟ البنان داير 10 درهم. من يخرج رمضان كاين شويه الاقبال، كاين شي اختلاف ولا مازال نفس؟ مور رمضان مباشره كان شويه الاقبال، ودابا مع هذا الجو هذا دابا اللي شويه ما كايناش الشميشه، القضيه شويه هي انا الديسير راك عارف سيرتو الديسير ما كيخرجش بزاف فاش يكون الجو شويه مغيم وداكشي. بالنسبه للخضر والفواكه موجود الخير هنا؟ الاثمنه مناسبه والخضار والخير موجود الحمد لله، كل شيء موجود. اللي ما بغاش ياكل الحمد لله، هذا هو اللي كاين اخويا. شكرا بزاف. مرحبا اخويا. الله يرفع علينا هذا الوباء هذا اخويا. امين اخويا، الله يبارك فيك. اذا مشاهدينا الكرام، كنا معكم مباشره من سوق القرب بمدينه بوفكران، شفنا معكم الاثمنه ديال الخضر والفواكه، شفنا مع بعض الخضاره واش كاين الاقبال ولا لا. الى هنا تنتهي حلقتنا مغاربه العالم، الى اللقاء في موضوع اخر مكان اخر. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.